وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا أو بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيسا وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويان مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويان مينو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو حويان وأحمد محمد عبدي أوادن. إن شاء الله وحنا ندق دون مادة التربية الإسلامية فصل كلابات دوكسي قصري وبرمامج كلا يدين كسو دينيي كبرو تيفي كقرنكا كنالا قيسو إلى عدة راديو حرقيسة وحنا نقالن دون إن شاء الله مادة وحويا وتربية الإسلامية فصل كوحويا وفصل كلابات دوكسي قصري موضوعين إن شاء الله كهدل دون وحنا نقال دون بإذن الله الكريم الموضوع اللي حاد وصيراح ان عيوان كينو وحن نغنية ان شاء الله بإذن الله الكريم ودرسيقة كوباد ومكاتبة الملوك والأمراء يعني دنبالدو نبي محمد الدرية صلى الله عليه وسلم نمانكي بقر رضاها ينمانكي أمر رضاها يا أمير رضاها ان عالمك وقتك كتليني ايو ان شاء الله دنبالدو الدرية ايو ان شاء الله كهل دونا ان امي كان وحن ان شاء الله الله سعون دونا درسيقين ايو بلابنين. بسم الله الرحمن الرحيم. درسينا كوباد وحويان ومكاتبة ومكاتبة وقرى الذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودري لنبى الذي ودري الملوك بقرى ودري والأمراء يا أمير هذا وقت قاتلين يي ودري في أواخر السنة السادسة لماتكي سنة كي لحات لمات كيسة حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية وقت النبي محمد كسر نقضي حديبية وكسر نقضي حديبية وحي هايد هشيس نبي صلى الله عليه وسلم إيه كفارتو أي قارين هشيس كا بلودي سا وحا كميدها مقدبة لغو هشيه وحا كميدها طبصا نضود وحا دقالها ويراتين آنو دعين سيدو كلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنو سند كان اسكن نقضو سند كدنبان وصون نقضو إساقو ومركا هب فدود سيتا وحا كميدها مكرا قدبة لغو هشيه عيد نبي محمد كتماد oo gaalada soo gasha in marka aan la celin cid laakiin gaalada ka tagta ee xagga marka Nabi Muhammad (NNKH) islaamkii Madiina qabta in marka iyaga la soo celiyo saxaabadu aad bay ugu xanaaqeen arinta oo Umar ibn Khattab wuxuu Rasuulka Ilaahay waa maxay ahaanadan iyo waxyaalahan aad marka meed naga deysin meenan dad islaam aanan ahayn muslimiin meenan ahayn laakiin Rasuulku sallallahu alayhi wa sallam wuxuu fahansanaa inuu marka fursad iyo jaanis uu heli doono aan inuu daacwada markaa u fidiyo marka fi aakhir sanad sadisa dhamaadkii sanadkii lixaad xina rajaca rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam waqtigaas uu ka soo noqday nabi maxamed uu ka soo noqday min al hudaybiyah hudaybiyah uu ka soo noqday kataba wuxuu u qoray ilal muluk boqorada ayuu u qoray yaduuhum ilal islaam isagoo islaamka ugu yeeraya boqor kastaa dhanbaal buu diray isagoo islaamka ugu yeeraya soo islaam isagoo leh ولما أراد مركو دون أن يكتب إنه وقره إلى هؤلاء الملوك الكهمسة كير العسن إلى هؤلاء الملوك بقر رضا مركو دون النبي محمد إنه وضره قيل له وحل قويري سحابة السيايات إن الله تلين إيسي أو كتره قيل له وحل قويري إنهم يقو هديين نمانكا بقر رضا أما نمانكا أمير رضا هديين لا يقبلون ما أقبليان إلا وعليه خاتم إسوغو شام بدل مويان ورقد ما أقبلان ورقد أفشل أي مركة ربا فتخذ النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحو ياشي خاتما الكالفة كتاغن خاتما فرقل أيو ياشي من فدة فدة كسميسا يعني خاتما وفرقلوا لها أيو وحو النبي محمد كسميستي شامبط أيو ديانا كالكتا
aan fargalku wuxuu ka sameysnaa min fidda macdanta la yiraahdo fiddada ayuu ka sameysnaa ee qalinka la yiraahdo dhaqashahu wuxuu ku nashqadeeyay maxamed rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasallam wuxuu ku nashqadeeyay maxamedun rasuulullaah maxamed waxa weeyaan waa rasuulki ilaahay ayuu ku nashqadeeyay nashqada uu markaa sameeyey waxay ahayd wuxuu ugu sarreysiyey maxay allaahu buu ugu sarreysiyey wuxuu ku xugsiyey maxamed wuxuu ku xugsiyey rasuulullah buu ku xugsiyey maxamedna wuu ugu hoosaysiyey sidaasuu deenna u nashqadeeyey naqashahu wuxuu ku nashqadeeyey maxamedun maxamed rasuulullaahi waa rasuulki ilaahay wa kaana wuxuu ahaada naqsh naqshadaasuna waxay ahayd salaasa astur saddex layn bay ahayd wa kaana wuxuu ahaada naqsh naqshadaasu waxay ahayd salaasatu astur saddex layn bay ahayd maxamedu sadrun maxamed waxa weeyaan waa sadrun rasuulu sadrun rasuuluna waa layn weeyaan wallaahu sadrun allaahuna layn ayuu ka dhigay waqtara wuxuu doortay min asxaabihi saxaabadiisa wuxuu ka doortay rusulan rusul ayuu ka doortay lahum macrifatan aqoon u leh leannahu wuxuu doonayay nebi maxamed dad baa loo dirayaa dad gaala ayaa loo dirayaa dadaan islaam ahayn baa loo dirayaa dad markaa aqoon u leh ayuu nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam ka doortay xirfadaasu ha noqoto markaa afkoodii ay garanayaan ama dhulka ay garanayaanba ha noqoto si kastaba ha ahaatee rusushiisii nebi maxamed wuxuu ka doortay rasuul uu u diro najaashi iyo markaa boqoradaa uu diro wakhtaara wuxuu ka doortay min asxaabihi saxaabadiisa wuxuu ka doortay rusulan lahum rusul buu uga doortay macrifatan aqoon u leh wa khibratan waayo aragnimo fara badanna u leh wa arsalahum wuxuu u diray ilalmuluukin boqorada ayuu u diray wa arsala wuxuu u diray ilaa haa-ulaai rusul rusushaa wuxuu diray qurata almuxaram bisha markaa muxaram la yidhaahdo horaanteeda ayuu deedna diray sana sanadku wuxuu noqonayaa sabca min alhijra sanadkii toddobaad ee hijriyada ayuu deedna noqonaya marka waxa weeyaan waa sanadkii lixaad dabayaaqadiisa ama sanadka toddobaad bisha ugu horreysa muxaram la yidhaahdo ayuu deedna diray sana sabca min alhijra qabla alkhuruuj ila alkhaybar intaanu nebi maxamed aanu u bixin khaybar intaanu u bixin biayaamin maalmo ka hor khaybar waxay ahayd duulimaad nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam uu qaaday oo uu ku qaaday markaa qolo ka mid a markaa yuhuudda uu ku qaaday intaanu markaa dagaalka aanu gelin ayuu deedna dhambaaladan diray wa fii maa yali waxyaalahan soo socda haddaba nusuusun waa nusuustii weeyaan haada alkutub kutubtan kitaabka ugu horeeya ee uu nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam uu diray wuxuu u diray waa kitaabka koowaad wuxuu u diray boqorkii la odhan jiray ilaa najaashiyin najaashi ayuu u diray oo melikul xabasha boqorkii xabashida ahaa najaashi waxa weeyaan waa taytal ama waxa weeyaan waa laqab loo isticmaalo boqor kastoo xabashida soo mara ayaa najaashi la yidhaahdaa marka boqor kastoo xabashida soo mara waxa weeyaan waa najaashi laakiin boqorkan magiciisu waa kan inoo soo socda wahaada najaashiyun haddaba najaashigan waxaynu sheegnay najaashi inay tahay boqor kasta oo soo mara xabashida in najaashi la yidhaahdo wahaada najaashiyun haddaba najaashigan ismuhu magiciisa caadigaa waxaa la yidhaahdaa asxam ibnulabtur baa la yidhaahdaa kataba ilayhi waa u qoray nebiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu dhambaal ayuu deedna u diray markaa boqorkaa maca camr ibnu umaya addamri saxaabigu dhambaalka ugu dhiibay saxaabigu dhambaalka ugu dhiibay warqadda ugu dhiibay waxaa la yidhaahdaa camr ibnu umaya addamri baa la yidhaahdaa fii aakhiri sana waqtiguu dirayna waxay ahayd dhammaadkii sanadkii asita sanadkii lixaad dhammaadkiisa aw amase fi lmuxaram bisha muxaram la yidhaahdo sana sabca min alhijra sanadka toddobaad ee hijriyada sanadka toddobaad bisha ugu horreysa ayuu deedna diray wa nasu kitaab naska kitaabka wuxuu ahaa nebiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu uu diray ilaa najaashiyi najaashi u diray huwa waxa weeyaan haadaa kani kitaabun waa kitaab min muxammedin ka socda oo ka yimi maxamed ka yimi muxamedkaasu annabiyun nebigu waa iscadaynaya hadda annabiyun oo nebi ah ilaa najaashiyin wuxuu ku socdaa najaashi ayuu ku socdaa al asxam najaashiga la yidhahda asxam cadiimulxabasha kaasoo ah ka xabashida ugu weyn salaamu salaamadi ha ahaato nabadi ha ahaato calaa man ittabaca alhudaa qofka hanuunka iyo wanaagga
يحق راعه هنو مركا ها هات السلام دي يبدبادا ها هاتو وآمن بالله إلهين الرومية ورسوله رسول كيسانا رومية نبضي ها هاتو وأشهد وحن غريا أن لا إله إلا حق لقو عبدائنا نترين إلا الله إلهي موياني وحده كليجي لا شريك له أنيقون أشرك سميني الله أسو لم يتخذ مويالا صاحبة هويني مويالا ولا ولدا إلمنا مويالا قفكو مركا وحو يالنا يا محيم هويني محال لو يشا وباهي لو قبتو إلهي سبحانه وتعالى مرنبا ومباهنا هوين ومباهنا ولا ولدا إلمنا ومباهنا وأن محمد محمد عبده وحويا وادون كيسي ورسوله وأنا رسول كيسي ويا وأدعوك وحن كوغو يريا نتاشيو أما أصحاب وحن كوغو يريا بدعاية الإسلام يرمض إسلام كأيان كوغو يريا فإني أنوغو رسوله وحن هاي رسولكي إلى هاي وصدر أيان هاي فاسلام إسلام تسلام أدمر كان نبت قشيدي أدمر كان إسلام تو ونبت قلي ومركا دقال قصو قادات كان نبت قلي عقابك إلهي بات كان نبت قلي سيكستها هاتي هداد اسلام تو ود نبيت جليس ان ايات القران انا وكو قري قل واحد كتلا هذا النبي محمد يا اهل الكتاب اهل الكتاب اهل الكتاب يا ليدها ده وحا ليدها يهود يا نصارى يا ليدها لانه ما حيلي دين الهي وسو دجيه دين السماويه اي الهي وسو دجيه قل واحد كتلا هذا النبي محمد يا اهل الكتاب اهل الكتاب تعالوا كاليا اين اسكو نيمادنا الى كلمه كلمة أين سكوجر نمادمو كلمة أسو سواين يعني وين السميسة دحضي نوتهاي بينكم بيننا دحضي هذا وبينكم يئدينك كلمة أسو محي نغونا إسا إيدينك يعني هدان إسلام نهي نوضح إسا ألا نعبد إنا نعابد إلا الله إلهي مويان لأنه نبي كستوه صومرا نبي يهود مثلنا وكلا دي موسى موسى تدكو وحوقو يري محي إلهي كليجين لعابدو أن عيسى تدكو وحوقو يري محي ده إلهي كلي أهانتي إن لعابدو مركا نبي محمد نتاسو كو يري يايو بعد وحا وين واكلمات إن السماء سيدين كيانغا و إلهي كليجي أه إن نعابدنو والواحد كتل هذا يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب تعالوا اسوك علي إلى كلمة كلمات سواء تاسو سماء بيننا أنغا نحضا يدا وبينكم يايدينك ألا نعبد إنانا نعابد إلا الله إلهي مويانه ولا نشرك إنانا نشرك سمينين به سجى شيئا شيء نبأ إنا نشرك سمين لأنه شرك وحويا وحيالها دق خطرتها يقفك هذو السمايو دق نارتك وجليه شرك جنا وحويا ووحي لهاي ولها أدق عد كلا السيا شريكنا وحي كتمي لا وقف وحود له شراك وين نجنا نحن لا بد قفوا شراك أو وحاسير شراك كويين مركل لي قفك شرك بو سمينية يعني عبادة ولهاي ليهاي أي عد كلا سوق لنا يا وليهاي قفك كلا عيا ولا هدي عبادة النقطة يهدي بري النقطة نعكس العبادة كمذا ولا نشرك به إنا نشرك سمينين شيئا شيء نبا ولا يتخذ إنا نكيلا بعضنا بركيو إنا نكيلا بعضا بركة كلا أربابا إلهي إنا نكدقا من دون الله إلهي سكري فإن تولوا هدي تشستان وأي مركا ديدان فقولوا وحتي لاذا هداد مسلمين تتهين فقولوا اشهدوا وحتي لاذا وحنو قرينا بأننا مسلمون إنا نؤنقوا مسلمين نحي إذنكو غرا فإن أبيت هدبا فإن أبيت هداد نتاشيو أما أصحاما ابن الأبشر هداد ديدو فإن أبيت هداد ديدو فإن عليك دشادة وحاة إثم النصارى نصارى دا دم بيقود يوردن دقا دشاكو قادن أي من قومك قومكاك قومكاك يوردن لأنه دقا دعودي يباقي حق إلهي كيمي النبي محمد مركاتي أنا أن كوشي يقول نبي قليه هاي أديك إسكهر تهاجي مركا أمدا نصارى دا أوردن أديك دم بيقود دشاكو قادن أي ولما بلغ مركو قاري عمرو ابن أمية الدمري عمرو ابن أمية الدمري صحابي نبي قد نبالك أدري مركو قاري نتاشي مركو قاري ولما بلغ مركو قاري عمرو ابن أمية الدمري كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى نتاشي مركو عمرو ابن أمية ونتاشي قارسية كتابك أخذه نتاشي نتاشي وكغفتي كتابك وودعه وحدقي على عينه يعني وأخري ويان وودعه وحده على عينه إنه ذو صارين ماها لكن وحويان وودعه على عينه إنه هردقه يعني وأخري ويان
ونسأل وحو كسو دقي عن سريره سريرتي أما ماشي ومركا دي كفت ليي نوه كسو دقي على الأرض دوكا يوصو دقي إسوغو احترامايا لنبال كان وحو حان بارسين يهي إسوغو احترامايا يو دينا حقه سدين يمي وآسلاما دينا وحو كو إسلامي على يد جعفر ابن أبي دالب جعفر ابن أبي دالب قعانتي سايو كو إسلامي جعفر ابن أبي دالب وحوها وقت هوري ايو نبي صلى الله عليه وسلم مقالة مكاو كدري او حقا دي نقبتاي مركي دواتادي كفر بضاتي قريش ويكو هيسي ايو نبي جعفر اي صحابة كلاو دري ويروحات قواتان بغر كحقا سقبتا لانه محايا لأكتي سعيد لغو مدلميو وكتب وحو صغري الى النبي صلى الله عليه وسلم رمبال كاسو مركو غاري نتشاش مركو غاري يسوونا واسو جوابه وكتب وحو صغر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أرنت وغسو جوابي وهاك نسه وكان يسقنا نسكي أما جوابتي ومركا نتشاش يسقنا سبحي بسم الله الرحمن الرحيم مقع إله يكب العبي الله صن حريس قود يمد قاربا نحريسته نحريسته قود إلهي سبحانه وتعالى ونحريسته وعدك استوى ونحريسته هدو قال يهي يهدو مسلم يهيبا إلهي هو أن حريستا وكامان تروب كسود تشين يا لو كلا يجي ما يكسوا قال يكسوا مسلم إلهي وكلا يجي مايو وكرسق بحين يا لو كلا يجي مايو لكن الرحيم إلهي وحويا وأن حريسته سجارة أن حريستا ما أنت قيامة وح أن حريسنا يا تلك مسلمين تبون أن حريسنا يا مؤمنين تا إلهي الرمي بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد كسعت محمد ورسول الله رسول كإلهي من نجاشي ورقد وحي كتمي مردن بالكو وحو كيمي نجاشي وأصحما أصحما الله إلى هذا سلام سلام ذي هاهاتو عليك دشادة يا نبي الله نبي إلهي من الله حق إلهي كيمي ورحمة الله إيا نحريست إلهي وبركاته إيا بركاتي سبا الله يدشادة يالا الله إلهي الذي كويان لا إله آنو إلى حق لقع عبد آنو ترين إلا هو إساق موياني أما بعد إنتاك بعد فقد بلغني ويسوغاري كتابك كتابك يدنبالك ويسوغاري يا رسول الله رسولك إلهيو فيما ذكرت من أمر عيسى تاسا أتكو صور شاكتاي أرنك عيسى أتكو صور فافاسي وأن سوغاري فو الرب ألكاسو فو الرب ألكا رابا كدعسن فو الرب السماي وحن كدارتي ربك سمده أيان كدارتي يو الأرض يكدولك إن عيسى لا يسيد كموسياد على ما ذكرت وحاعت شاكتا نبي محمد بن نور شاكتي عيسى نواسيد نور شاك وحبا كمات سياد تفروقا يعني وحيرنا كمات سياد أنه كما قلت يعني عيسى وحو نور شاك سيدا أدوك بأدو تري وقد عرفنا وانو قرني ما بعثت بها إلينا وحيالها دمركان لغوكا صدري أدوغن إرقيقا أدنوغو صدرتي يعني وانو فهدن وقد غربنا وانو سودويني ابن عمك إنان كاد المادير كتهين وجعفر ابن أبي دالب يعني إنان كاد المادير كتهين وانو سودوين وأصحابك صحابة دادين وانو سودوين إيجا فاشهد واحد غرتا فاشهد واحد غريا أنك أدوغ رسول الله إنا تهي رسولك إلهي إنا تهي وصادقا رنشيقا إنا تهي ونقرينا وقد بايعتك يعني بايعا إيان كولاقالي وبايعت ابن عمك الكانا نون بكاد عسن وبايعت وحن مركا لبايعا تما وهشيسان لقالي إن ابن عمك إنا كاد المادير كتين أدقان بايعاكو قلقالي إنا كاد المادير كتين بايعا لقالي وأسلمت وحن مركا كو إسلامي على يديه قعنتيسا الله إلهي رب العالمين وحويا وربك عالم كوردن إلهي وي وكان النبي صلى الله عليه وسلم انت صهره وقرنتهاي وكان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوها قد طلب من نجاشي نجاش وحو كدلبي أن يرسل إنو صادر جعفرا جعفر إنو صادر ومن معه يعد الله صعوت إنو صادر من المهاجر الحبشة دادكا سو هجرودي حبشدا انو صادرو اي نبي محمد كدلبا فارسلهم وحو ودري في سفينتين لبدون يود ايو ديرنا ودري مع عمر ابن اميه ادمري وكجرو فقدم بهم
نبي قواي ويمادين على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر إسوغو تشوغا دقال خيبر إسوغو لغو ترو أيه دينا عيدان كاردامي أو جعفر وكميدي هاي عمرو بن ربيعة وكميدي هاي أو موسى الأشعري وكميدي هاي صحابة فربادان أو رقية دمر إسوغو ترتا أيه مركا يمي فقدم بهم وسوغلين على النبي نبي قاية وسوغلين وهو بخيبر إسوغو مركا خيبر تشوغا أيه دينا يمادين توفي وحا الله صدي النجاشيين نجاشي وحول انتي ان هذا يعني نجاشي ان امك اسحام ابن الابجر ليلة هذا وحول انتي في رجب اش رجب ليلة هذا يول انتي سندك وحول نقوني تسعة من الهجرة سندك سقالات سندك سقالات اي هجرية دا ايو دادر انت تسعة من الهجرة بعد تبوك تبوك بعدي ايو دادر مركات انتي ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته والله صور شاقي والله صور رمي نجاشي يا لغو صور رمي مالين تلنتي نعاه هذا اللي هذا وورك اللي لدى قفك لغو صور رمي ويا يوم وفاته يا لغو صور رمي وسلى عليه صلاة الغائب وحكوتو كذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله هذا صلاة الغائب وقفك ميل شكور انت إن لغو تكذو علماء دوا اسكو مركا واسكو خلافين لكن المهم علماء بدن وحي الاهدان سيدا شافعي وكلا وحي السقو ليهي يعني نبقى اي مركا خاصو تهي علماء كلا وحي ليه انما وعام ويان سيكا سواهات ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته يعني مالنتي ودمني قريدي سوى الله صور شاك وصلى عليه الصلاة الغائب وحو كتو كدي صلاة الله إلى هذا صلاة الغائب أيو كتو كدي ولما مات مركو لنتي نتشاشي مركو لنتي أما أصحاب مركو لنتي وتخلف على عرشه وحا مركا أضب مري وقالي الميشي وهيستي ملك الآخر أيقف صدي أركاس كافا كرحسن وكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم نبي قنوا وقري كتابا آخر رنبال كرايو ديادنا وقري ولا يدري لقرم مايو هل أسلم إنو إسلامي كادن بي أم لا مسمو إسلامين إن إنها وحا مركا إنو قردن عشر كيني أيا إنو قردن عشر كاين وحا أسألكا إنو قردن ماضي عشر كي كوباد إكهد ليي سيرة دا كهد لي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحال الدون يقف كستابا أما أرضي كستابا إنو الله سعودو بوغي سينو يسهر لغو سوانا أكسن إنو ديادنا مركا وفهمو صفحات دونا وحاويان وبغل إيو طوان صفحات داد مركا كلاسعون إسابوغونا وبغل إيو طوان ويان يعني سوالها لغا ويدية هدوتنا أرضي كستابا وإنو كتشوابي كرو وإنو مركا غرا كرو نمبالك نبي محمد صلى الله عليه وسلم ووضري بغر كان نجاش ودري مجعيس أصحاب ابن الأفجرين ليرا هذا وين المركا فهمي كرتو سؤالك استولى جا ويديو صحابي جي مركا الله دري إنه إسلامي وحيارها صردن إن المركا عاد جرا كرتو وعاد فهمي كرتو وعاد كده ذلك كرتا يا مركا لقاه دنيا يعني وحيدين كلا صعدا برنامج كان إن هودا وحكبره إن تي في قرنكا يو إلى عدا الراديو هرجيس أياد مركا كلا صعطان قفك استوى حلو باهن يهي دينو كده دالو ما انت دين بيتشوغنو قلاصي دي لما فريوت لكن هو واحا هواي قاويان هواي قاين انو مركا وحكا برانو ايا ان شاء الله واتب انقوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا هاي وهديقة دوسية دا وحنا هاي وندم علنكا وحنا هاي وهديقة دوسية دا وحنا هاي وندم علنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا أو بحلقا وراب شو وحنك ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو